المحلية عروس الدلتا تتهادى على جنبات فرع دمياط من نيل مصر الخالد. البسمة الخضراء تعلو حقولها الواسعة وحدائقها الوفيرة، وكنغمة رقيقة في معزوفة الوطن تلامس الدقهلية جيرانها الشرقية، الغربية، البحر المتوسط، دمياط، كفر الشيخ والقليوبية. الدقهلية أخذت اسمها من قرية دقهلة وارتبطت شهرتها بعاصمتها الجميلة المنصورة. كتب التاريخ بأنها الحصن الذي هزم الصليبيين، وتذكر في حياتنا اليومية بأنها بلد الفن والجمال. أيوة المسجد ده بعد التدمير اللي حصل في المنصورة اتحول لمغارة زي ما انتوا شايفين حضراتكم. عملنا مبادرة ان تسجيل المبنى ده اصلا، لان المبنى ده قيمته تاريخية كبيرة جدا، ولغاية دلوقتي للاسف لسه ما تسجلش كاصلا. ليني، ما انا بقول لك ليه، بقول لك النيل فيه خرخر ليني صباح دلوقتي منعوه، كان بيجيب زراع. الجالية اليونانية كانت جالية كبيرة عندها جمهور كتير وعندها ناس عايشة كتير وناس كبار قوي وسافروا كلهم على الخارج، كله راح على كندا، اللي راح اليونان، اللي راح انجلترا، يعني تشتتوا كلهم، ما عادش حاجات بسيطة أو البلد كانت مليانة لبنانيين ويونانيين ويهود من كل الدول، كان في ناس مقيمة وناس تشتغل وتروح، كانت البلد مليانة إنجليز بس كان في احترام، كانوا بحبوني آخر محبة وأنا بحبهم، ما كناش نكره بعض ابدا، كانوا بيحتفلوا بعيدي وانا بحتفل بعيد. في عمق التاريخ في صور ومباني وبطولات وبشر حفروا اسماءهم بالنور في مختلف المجالات وشكلوا جزءا من القوة الناعمة لمصر. مزرعة مصر الكبرى تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الدقهلية 645,000 فدان. بحيرة المنزلة أخذت اسمها من مدينة المنزلة الواقعة في شمال شرق مصر، تتصل بالبحر المتوسط وتبلغ مساحتها 1360 كيلو مترا مربعا. يعمل في هذه البحيرة عدد كبير من أبناء الدقهلية. جذب السياحي بالمحافظة، ففي الشمال مصيف جمصة وضريح حسن طبار في المطرية، وتنتشر الآثار الفرعونية في الربع بالسنبلوين وتمي الإمديد، وفي وسط المنصورة مسجد موافي والصالح وقصر الشناوي وكنيسة القديسة دميانة ببلقاس.
مشهد فني لفاتن حمامة وعادل إمام أو يحيى الفخراني ويونس شلبي كمال الشناوي، أو على حديث للإمام الشعراوي أو جاد الحق أو صوت النقشبندي أو صوت أم كلثوم، يحلو السهر والراحة والاستجمام. الليل والسماء والنجوم أمروا صغروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا.